حل مشكلة إضافة طريقة دفع في جوجل أدسنس. غالبا هتلاقي المشكلة دي عند 90% من الناس، وخصوصا أصحاب قنوات اليوتيوب، وأنا واحد منهم. وعاوز تتأكد المشكلة دي موجودة عندك ولا لأ، ادخل دلوقتي على حساب أدسنس بتاعك على الدفعات وإدارة طرق الدفع، وشوف متاح ليك إضافة طريقة دفع جديدة ولا لأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بيك. لو أنت بتشوفني لأول مرة، أنا أحمد قطب وأنت بتشوف الفيديو على قناة أكاديمية المهندس. وفي الفيديو ده ان شاء الله هنتعرف على سبب اختفاء اضافة طريقة دفع في جوجل ادسنس وازاي نحل المشكلة. فيديو قصير وفيه كل التفاصيل، فتابع معايا الفيديو للنهاية. هنشوف المشكلة دي في 5 حسابات ادسنس مختلفة، وكل حساب فيهم ليه ظروف مختلفة عن التانية. تمام، اول حساب معانا ده حساب لسه مفهوش غير 1 دولار. تمام، لو دخلت على الدفعات بالشكل ده كده، مبدئيا الحساب ده لسه ما كملش 10 دولار ولسه ما طلبش بين كود. تمام، لو دخلنا على الدفعات بالشكل ده كده، تمام، علشان نضيف وسيله دفع او طريقه دفع جديده، مش متاح اضافه طريقه دفع جديده. ده ليه؟ لان الحساب ده لسه ما وصلش الى 10 دولار. تمام، يبقى انت لو حسابك لسه ما وصلش الى 10 دولار، يبقى ما تقلقش خالص، لازم رصيد حسابك يوصل الى 10 دولار اولا علشان تقدر تضيف وسيله دفع. تمام، دي كانت الحلقه الاولى اللي معانا. تاني حلقه معانا وهي الاكونت ادسنس مربوط بقناه يوتيوب. تمام، لو دخلنا على الدفعات بالشكل ده كده ودخلنا على اداره طرق الدفع، تمام، عندي هنا وسترن وعندي تحويل الكتروني، الاثنين مضافين، لكن مفيش امكانيه لاضافه وسيله دفع جديده. ده ليه؟ لان رصيد الحساب دلوقتي حاليا في اللحظه اللي احنا بنحاول نضيف فيها وسيله دفع جديده زيرو. فانت لو عندك المشكله دي وعندك قناه يوتيوب وعاوز تضيف وسيله دفع جديده، فلازم تنتظر لحد يوم 11، لحد الارباح ما تحول من اليوتيوب لحساب ادسنس بتاعك، وقتها هتعرف تضيف وسيله دفع جديده. تمام، تمام. طيب تعال شوف النموذج التالت اللي معانا كده. ده نموذج برضو لحساب ادسنس مرتبط بموقع، تمام، والرصيد النهائي اللي فيه زيرو، لسه مفيش رصيد لان احنا دلوقتي يوم 28 والرصيد هينزل فيه يوم 1 في الشهر. تمام، يوم 1 ابريل. تعال ندخل على الدفعات كده وإدارة طرق الدفع، هنلاقي عندنا مضاف وسترن بس، ومفيش امكانيه لاضافه اي وسيله جديده او طريقه جديده للدفع، لان الرصيد لسه هيسمح في خانه الرصيد يوم 1 في الشهر. فلو انت صاحب موقع وعندك المشكلة دي، فهتنتظر لحد يوم 1 في الشهر، هيبقى ليك امكانية ان انت تضيف طريقة دفع جديدة. تمام، حساب ادسنس الرابع ده نفس حالة الحساب رقم 3. تعال نقول سريعا كده الى الحساب رقم 5 لان ده حالة مختلفة شوية. تمام، ادي الحساب، الرصيد اللي فيه كام؟ 15 دولار. تمام، ده فوق ال 10 دولار، خلي بالك، والنهاردة يوم 28، ده رصيد متجمع من قبل كده، من شهور من قبل كده. تمام، تعال ندخل على الدفعات بالشكل كده. تمام، وإدارة طرق الدفع، هنلاقي منضاف عندنا هنا وسترن، تمام، لأن الحساب ده قديم، وتحويل إلكتروني، وفي إمكانية إضافة طريقة دفع جديدة. وإشمعنى الحساب ده اللي مفهوش مشكلة؟ لأن الحساب ده فيه في خانة الرصيد 15 دولار. انا برضو حاسس ان انت لسه مفهمتش او الدنيا اتلعبكت معاك، فانا اوضح لك الامور من تاني. بص يا سيدي، لو انت صاحب قناة يوتيوب وعندك حساب ادسنس ربطه بالقناة دي وخانة الرصيد فيها 0 دولار، يبقى انت كده هتنتظر لحد يوم 11 في الشهر، لحد ارباح اليوتيوب ما تنزل فيه ادسنس بتاعك، وبعد كده تقدر تضيف وسيلة دفع جديدة. ولو انت صاحب موقع وعندك خانة الرصيد فيها 0 دولار، يبقى انت هتنتظر لحد يوم 1 في الشهر، ويبقى لك امكانيه ان تضيف وسيله دفع جديده. ده خلاصه الكلام. اتمنى اكون من خلال الفيديو القصير ده افدتك ولو بمعلومه جديده. واخيرا تقبلوا تحياتي، كان معكم احمد قطب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.